الشواقة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. متتبعي جريدة الشواقة، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حنا معك، اللي من خلاله كنجاوبوا على أسئلتكم سواء كانت شخصية عائلية أو مهنية. السؤال اللي عندنا اليوم تيقول: عندي صعوبة كبيرة نتخذ قرار في حياتي وخا يكون غير صغير. هذا السؤال تطرح لعدة مرات من عند عبد الله، أحمد، أسماء، ناس كثيرة طرحت هذا السؤال، واليوم إن شاء الله غادي نجاوبوا عليه. هنا أول حاجة نبغي نرجع للسبب الرئيسي اللي وصلني اليوم ما نقدرش ناخذ قرار. هذا السبب هما التجارب السابقة ديالي. شحال من مرة في ذكرياتي خديت قرار وطلع ماشي وادك. ملي كتكرر عندي تجربة مرة وجوج وثلاثة وعشرة، كناخذ واحد الاعتقاد راسخ أنني كناخذ قرارات خاطئة، وهنا كنبدا كنيزيتي أنني ناخذ قرار اليوم أو غدا، تنقول ياك ما ناخذ هذا وتصدق هكذا وكان خصني ندير. وهنا كتكبر عندي الفكرة ديال أنني بغيت هذا وهذا، كنخاف ناخذ هذا ويمشي لي هذا، ولا ناخذ هذا ويمشي لي هذا وممكن هذا يكون حسن. ولكن هنا كنكونوا نسينا واحد العامل مهم جدا. وقت ما خدينا شي قرار ومن بعد لقينا انه غير صائب، كنساو ان احنا ما كناش كنعلموا بالمستقبل، ما كنعرفوش شنو ممكن يكون غدا، وان الظروف كتبدل. القرار اللي خديته هو كان انسب قرار في الظروف فاش خديته، على الاعتبارات الشخصيه وعلى الاعتبارات اللي كانت محيطه بيا. ففي هذيك اللحظه خديت داك القرار كان مزيان، يقدر غدا تبدل الظروف وما يكونش داك القرار صائب. اذا تحمل المسؤوليه ديالي ضروري، نتحمل مسؤوليتي في القرار اللي خديت نهار الاول، وناخذ بعين الاعتبار انني فاش خديته كان صائب في هذيك الظروف، في شكون هي الاحتمالات اللي كانت عندي ديك الساعه، شنو كان ممكن ندير. ما كاش غادي نعلم مثلا ان غادي تبدل واحد البارامتر من هنا شهر او شهرين او ثلاث شهور. باش نزيدو نصرحو اكثر، ناخذ مثال واحد السيد واحد اللحظه قرر انه يبيع العقار ديالو، باعو، دازت واحد السنه ارتفع ثمن العقار. هنا تيقول انني اتخذت قرار خاطئ، ما كانش عليا نبيع. كينسى ان فاش باع كان محتاج الفلوس، هذوك الفلوس دار بهم شحال من حاجه اخرى، كينسى الفوائد القرار الاول وعلاش خداه. والفكره الوحيده اللي كياخذ على نفسه انه خدا قرار خطا. القرار ما كانش خطا، القرار كان صائب في الظروف اللي كان فيها، يعني ما كانش عندنا العامل ديال ارتفاع العقار في هذيك اللحظه. هذا بالنسبه للامور اللي هي كبيره في الحياه. نرجعوا للامور البسيطه، يعني كنحتار ما بين ناكل طارت شوكولا ولا طارت سيترون، وكنخاف الا كليت الشوكولات غادي يمشي ليا السيترون، ولا كليت السيترون غيمشي ليا الشوكولات. هذه امور حتى هي ممكن نكونوا كنعانيوا بها وكتسمى لا غورمانديز. هنايا كتبقى كما قلنا المسؤوليه في القرار، اي قرار خديته راه خصني نكون مسؤول عليه. وما ننساش ان الدنيا ما كتحدش، يعني الا كليت اليوم لا طارت شوكولا راه غدا نقدر ناخذ لا طارت سيترون. بطريقه اخرى، القرارات البسيطه ماشي قرارات مصيريه، يعني ما نترددش بزاف، لان داك القرار ماشي حاكم عليا حياتي كامله. نقدر ناخذ واحد الحاجه اليوم وغدا ناخذ واحده اخرى. لو مو كلي، الكلمه المفتاح في اتخاذ القرار هي المسؤوليه. قد ما تحملت مسؤوليتي فنأخذ قراراتي بطريقة سلسة. كنتمنى نكون جاوبت على الأسئلة ديالكم، وكنضرب لكم موعد جديد مع حلقة جديدة مع الكوتش جيان بوزيان وأشواق. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وتبارتاجيو لا فيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.